السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم وأسأل الله يرزقنا وإياكم العلم النافع، متعنا الله وإياكم بالصحة والعافية. جدري القردة، الفيروس المسبب له فيروس فاريولا. تابعوا. تم اكتشاف أول حالة مصابة بجدري القردة ده عام 1970 في جمهورية الكونغو لدى صبي عمره 9 سنوات، ثم حصل فترة كمون مفيش إصابات وانتشر في عام 1996 و 1997 فترة كمون، وابتدى ينتشر تاني عام 2003 فترة كمون، وابتدى ينتشر تاني عام 2005 فترة كمون، ابتدت التوعية به عام 2009 فترة كمون، ابتدى ينتشر ويظهر مرة أخرى مش في الكونغو ولا أي دولة فيها قردة ولا دول إفريقيا اللي هي كان منتشر فيها في الأول، ولكن ابتدى ينتشر في أمريكا ودول أوروبية أخرى نتيجة للاتصال الجنسي لدى الشواذ، لو واحد بسكليتة بيعمل علاقة مع واحد بسكليت. فترة الحضانة بتاعته من 6 ل 16 يوم أو من 5 ل 21 يوم. الأعراض بتاعته بتكون على مرحلتين، المرحلة الأولى اللي هي مرحلة الغزو اللي هو عند دخول الجسم أو بداية دخول الجسم اللي هو من 0 يوم يعني بداية الإصابة حتى 5 أيام، تظهر حمى، سخونية شديدة، صداع شديد في الرأس، انتفاخ أو تورم في الغدد الليمفاوية، الغدد اللي موجودة هنا أو اللي موجودة هنا، ألم شديد في الظهر، وهن شديد اللي هو تحس بخمول أو ركوع، يعني جسمك مش شايلك، جسمك متكسر يعني. طيب المرحلة الثانية مرحلة ظهور الطفح الجلدي، يعني من علاماته بيظهر طفح جلدي أو حويصلات موجودة على الجسم بتكون متعبية بسائل. بعد 6 أيام بتبدأ تظهر الطفحات الجلدية دي، بتظهر على هيئة حبيبات صغيرة ثم تنتفخ وتكون حويصلة كبيرة متعبية بسوائل، بتكون فترة حوالي 10 أيام، يعني من اليوم السادس عد بقى 10 أيام تبدأ الظواهر دي تظهر في الجلد، بيبدأ الطفح الجلدي من الوجه يعني بنسبة 95% يبدأ من الوجه ثم ينتشر إلى جميع أجزاء الجسم. بعد 10 أيام تبدأ تنتشر البثور أو الحويصلات المليانة بالسوائل دي للأغشية المخاطية الموجودة في الفم، الأعضاء التناسلية، ملتحمة العين. بعد 22 يوم تبدأ البثور دي تختفي ويترك مكانها ندوب، أكن واحد لسعك بنار كده. طريقة انتقال جدري القردة بينتقل عن طريق مخالطة الحيوانات المصابة أو سوائل الحيوانات دي زي الدم، اللعاب، حيوان مات وشلته، شلت السوائل بتاعته سواء الإخراجية أو عن طريق الفم، يبدأ الفيروس ينتقل عن طريق الجهاز التنفسي، اللعاب، الرذاذ، الإفرازات اللي بتخرج عن طريق الفم، عن طريق العلاقات الجنسية، عن طريق ملامسة السوائل اللي بتخرج من الحويصلات دي. الواحد مصاب، الحويصلة دي انفجرت نزل منها سائل، انت لمسته ممكن ينتقل لك، تحط ايدك في عينك في بقك، عندك جرح السائل ده لمسه يبتدي ينتقل لك ايضا. ينتقل عن طريق الحيوانات اللي كانت اصلا موجوده مع القرده، يعني اللي كانت موجوده مع حيوانات مصابه زي السناجب والجرذان، القوارض بصفه عامه. ينتقل ايضا عن طريق الممارسات الجنسيه بتاعت الشواذ، زي ما قلنا علاقه واحد بسكليتة مع واحد بسكليتة تاني يبتدي ينتقل الفيروس، وهذا هو الحاصل وهذا اللي اثبت اليومين دول عن طريق عالم البسكليتات. طيب العلاج، حتى الآن لم يثبت أي علاج أو لقاح بيعالج جدري القردة، ولكن قالوا بنسبة 85% اللي هو التطعيم بتاع الجدري العادي بيحمي الجسم من الإصابة بجدري القردة ده. الوقاية، أي شخص مصاب بيعزل نفسه بياخد المضادات الحيوية أو العلاجات بتاعة البلد بتاعته اللي فرضتها عليه، يا ريت أي حد مصاب ما يختلطش بحد لأن أعراض الفيروس ده أعراض شديدة جدا ومؤلمة جدا، بلاش تختلط مع أي حد مصاب على عن طريق اللمس عن طريق أي حاجة عشان خاطر ما ينتقلكش الفيروس ده. لسه طالعين من فيروس كورونا، هنلبس في الجدري مش عارف هنلبس في ايه تاني، يعني فاضل شويه ونقول خلاص الحرب البيولوجيه قربت. فاسال الله يحفظنا واياكم، اسال الله يمتعنا واياكم بالصحه والعافيه. سلام.